رفض أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني ضم بديل لمصطفى فتحي خلال معسكر إعداد المنتخب في برج العرب استعدادا للسفر إلى أوغندا، جاء ذلك بعد استبعاد فتحي من المعسكر للإصابة. وأكد نبيه أن لاعبا ضم لمعسكر المنتخب مصابا ولم يتم اكتمال شفائه، لذلك تم استبعاده، مؤكدا أن الجهاز الفني لم يقرر بعد اصطحاب جميع اللاعبين إلى أوغندا من عدمه، وأن القرار سيأتي بعد انضمام المحترفين اليوم. وحاول الجهاز الطبي تجهيز اللاعب من خلال التدريبات الفردية، لكن الألام عودته مجددا، وهو ما دفع الجهاز الفني بعد رجوعه لطبيب الفريق لعدم المغامرة به حرصا على سلامة اللاعب.